اخبار بيات فوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. ايه حسن؟ انا يا ستي اسف انا خبطتك بالعربية وبعدين اغمى عليكي فجبناك المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمة فيها شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقوله نسيتي اسمك؟ راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان دي اول مره تعمل معايا عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضل يا هاني. تشكر يا اخوي ده كريم وش. افتحيها. خد افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند انت هتفضحنا؟ لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا. ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا طبعا. يلا تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. اقفل يا عم مش عايزين فضايا. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب من مديريه لمديريه ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي من مديريات لاسياد لحواري وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا أنا ممكن أوصل لأي حد في البلد دي تتخيله أو ما تتخيلوش. ممكن أدفع أي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. إيه ده يا طارق بيه وركز في الكلام اللي أنت بتقوله. أنا مقدر ظروفك كويس وأنا واقف معاك للآخر. ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة يا باشا تحت أمرك. أنا مقدر ظروفك. أيوة يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله غير. حاضر معليك. حاضر معليك. صلى الله عليك. ماشي تمام. اتفضل معليك. ده مساعد وزير الامن. يوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي. ارجوك ساعدني. يا باشا البت دي لازم تتمسك. ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن. بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه. حتى جوزها عليه قضية قتل. يا نهار اسود. عارف يا باشا. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا؟ بالراحة؟ على مهلك. على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير. حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه
أيوة أي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو أنا أم؟ أنتوا عملتوا فيها إيه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من هنا. لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي اوعى مشي من هنا. بليز بليز خليكي خليكي ما تمشي. الحركه خطر عليكي دلوقتي. عد السنه دي وشويه الكوكايين دول ايه هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش، انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري انا زهقت. يا وليه زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفه ناقص تكه ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزه شقه وهدوم وروشانه. يا وليه هتفرتكيهم؟ ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه شقه مش زي دي، شقه واسعه وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شويه حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجه خالص. جرايه يا ولية بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجه وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا اعدالك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا ام صباح، كانت ست طيبة وعلى نياتها، بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضع اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الوالد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجره وقدر تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي اعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا احمد. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله.
ايه حوار ان اوبن ريليشن شيب ده؟ انا يعني يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوه قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمه؟ اللي بتعجبني. تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ إيه أممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا هحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. إيه إزيك بقى يا جميل النهارده عامل إيه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش أي حاجة. إيه الدلع اللي أنت فيه؟ وإيه الخاتم ده بقى؟ حاولت أقلعهولك كتير وأنت كنت رافضة تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ مش طالع ريحة الأكل، هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجعتني أقلع. وندهيلي الدكتور بهاء. حاضر. أديني جيت لك أهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا سيدي تاكل؟ لا مش هينفع كده. أنتِ خلاص هتخرجي من عندنا. لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها. ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله. مسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجه؟ الله يسلمك. طيب مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. هو انا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل؟ والله ببقى حامله همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي؟ البلد كلها محلات اكل يا هو ماما. اكل الشارع ده برضو اكل؟ يا سالم تعالى اخوك وصل. هو هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير؟ ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على الصف. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده عادي. طبعا مسؤوليه. ناويني معلقة. طيب الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم
تصرف عليها ليه لما انت عايش بربيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني. واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ ايه في جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه؟ اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد، وماتت؟ ماتت ايه؟ حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي ما تدي لها تعويض، دي لها قرشين، اي حاجه. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان اشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلا؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. اوكي. حاضر. حاضر. يلا حبيبي، ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تقدر تتكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. زقت قوي.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. داري؟ أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي أنا مضطر أروح المكتب على الأقل ساعة، بس أوعدك مش هتأخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامة. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. أنت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في إيه؟ إيدي بتوجعني. سلام عليك، استني بس. إيه البيت ده؟ إيه ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. وانت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقولي كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا، ومستر مراد ده راجل جنتيه جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على بعض مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا يعني، مش كمان بس كله. دي الاوضه بتاعتي. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. طبعا. أمانتي بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه، فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. ها هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي، شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها حاضر. استاذ مختار، الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها؟ انا عايزك. حاضر. بعدين. اه ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه ماله؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا. انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد، هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ اه يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا امام. ميرسي يا مستر مختار، عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين بعدي على حسابات، انا عملت لك مكالمه. الف شكرا يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها أه؟